سيادة اللواء، إذن يعني الرئيس ركز على نقطتين أساسيتين، اللي هو تحدي الإرهاب وتحدي التنمية، اللي قالك ما يش هينفع يقف، ما ينفع إرهاب مش إرهاب، إحنا ماضيين. لفت نظري أنا، وياريت لو حضرتك تعقب على هذه التصريحات، إنه يعني أقر الرئيس السيسي النهاردة للشعب المصري إنه يدرك تماما الصعوبات اللي الشعب مر بيها وبيمر بيها، أعتقد يقصد تحدي الاقتصادي، وقال أنا مسنود بيكم، ما معناه إن إحنا يعني إيه بيقرب المسافات ما بين القيادة السياسية وما بين القواعد الشعبية. هتكلم بس مش هطول في الوقت عشان ما بوظلكش البرنامج. لا لا بالعكس حضرتك. يوم 17 يناير سنة 77 خدت الحكومة المصرية، وكان أعتقد عبد المنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، خدت قرار برفع سعر، برفع الدعم عن الخبز والزيت والسكر والوقود والشاي و25 سلعة أخرى. لأن بنك صندوق النقد الدولي قال لك احنا بنديكوا القروض، والقروض لها نظام في العمل، انتوا بتاخدوا القروض عشان تدعموا بيها الناس وتصرفوها في المرتبات. ما هو من هنا على فكرة المرتبات ثبتت واتخلقت، اتفتحت الاخرام الجديدة، الحوافز والإسابة والمنح والمكافآت، والمرتبات ثابتة، بس الفلوس راحت في حتة تانية، بس كل ده من فلوس الدولة، من ميزانية الدولة. وبعد ما ميزانية الدولة تشيل ايه ولا ايه؟ ما هي خلاص